يا مساء الخيرات والبركات لأحلى متابعين متابعين قناة تنزيلات تركية. اليوم اجيتكم بكتالوج جديد، كتالوج لماركة البيم، رح يبلش الجمعة الجاية 10 ديسمبر. طبعا الكتالوج رح يستمر أسبوع أو حتى نفاذ الكمية. من غير إطالة، الكتالوج كتير حلو، فيه شغلات كتير انتو بتستنوها. كمان رح نحكي تجارب المتابعين بالمنتجات الكهربائية مثل المكنسة وعصارة فواكه. تابعوا معي الفيديو للنهاية. لكن قبل ما بلش بالفيديو، شكر كتير كتير كبير لإلكن على دعمكن الحلو، على لايكاتكن الحلوة، والله ما عم بتقصروا. الله يسعدكن جميعا، والله كل ما بقرأ تعليق حلو بدعيلكن من كل قلبي. شكرا على الدعم الحلو. خلونا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ويلا نبلش بالعرض الأول. طاولة عمل خشبية الأرجل معدنية مثل ما ملاحظين، إلى 4 رفوف من على جنب، كتير حلوة وتقيلة، سعرها 299 ليرة. زبدية ديكور مثل ما ملاحظين، كتير ديكور حلو، بالنسبة لقطرة 18 سنتي وسعرها 18 ليرة. جات زجاجي قطره 33 سنتي وسعره بس 15 ليرة. يعني مثل هيك عروضات كتير حلوة لحتى تستعملوها للعزايم تبعكم، وحتى سعرها كتير مناسب. حبايب قلبي، في هلأ عروض على أطباق الأكل سيراميك حرارية، يعني فيكن تحطوها بقلب الفرن، بتجي بورسلان. مثل هذا الطبق قطره 15 سنتي وسعره 22 ليرة ونص. من ماركة شيفس طنجرة جرانيت، حوافة قصيرة، غطاء زجاجي، بالنسبة لقطرة 32 سنتي وسعرها فقط 80 ليرة، بنصحكم أكيد فيها. كمان طبق سيراميك ولكن مستطيل الشكل، بيجي قطره 30 سنتي وسعره 50 ليرة. كمان رح يكون متوفر عدة ألوان مثل ما ملاحظين. هذا أكبر طبق، بيجي مستطيل الشكل، طوله 38 سنتي وسعره 70 ليرة. هدول بورسلان حراريات، فيكن تحطوهم بالفرن. أنواع ورود طبعا اصطناعية، أي قطعة بسعر 10 ليرات فقط. أيضا أطباق أكل بورسلان، الطقم عبارة عن 18 قطعة، أطباق سرفيس، أطباق صغيرة، زبادي، الطقم 18 قطعة ب159 ليرة. من بشا بهشا مطربانات مع أغطية على شكل فواكه مثل فريز، أناناس أو بطيخ، أي حافظة منهم بسعر 5 ليرات فقط. من ماركة شيفس أيضا طاوة جرانيت للصوص، صوص لوك يعني للصوص، فيكم تستعملوها بكتير أشياء، في منها عدة ألوان، قطر الوحدة 14 سنتي والوحدة سعرها 23 ليرة. ممالح، طقم ممالح مع قاعدة، في منهم عدة ألوان، سعره فقط 6 ليرات. مثل ما تعودنا دايما على ماركة البيم، بيهتم بأنه ينزل عروضات تكون جذابة للمستهلكين وفيها موديلات حلوة، يعني مثل هدول الفناجين على شكل حيوانات، شكل الفيل أو شكل الحمار الوحشي الزيبرا. الفنجان سعته 100 ملي وسعره 30 ليرة. من ماركة لاف 3 كاسات للشرب محجرين بسعر 15 ليرة. مزيتين من ماركة كلاس ان لوف زجاجية، سعتها 500 ملي وسعرها 30 ليرة. من ماركة كلاس ان لوف ايضا كوب للقهوة، او فيكن حتى تستعملوه لتخمير الاعشاب، 350 ملي وسعره 60 ليرة. من نفس الفناجين اللي عرضتهم من شوي، رح ينزل منهم حجم اكبر، سعته الفنجان 250 ملي وسعر الواحد 40 ليرة. ختامة أكياس بسعر 30 ليرة، في صبايا كتير سألوني على ختامة الأكياس، رح تنزل بعرض البيم الجمعة الجاية 10 ديسمبر. منخل أو مصفاية منخل بسعر 17 ليرة ونص. من ماركة فقير مكنسة عمودية، صبايا رح يكون في منها لونين، اللون السماوي أو اللون الزهر. هلأ بصراحة المكنسة مع كفالة سنتين، ماركة فقير جودتها كتير كتير حلوة، ولكن في كتير صبايا أخذوا منها وما نصحوا فيها، قالوا أنه استعملوها شهر شهرين وما عادت شفطت، أنه شفطها مو قوي، سعرها 279 ليرة. يلي عندها رأي مختلف ياريت تكتب لنا تحت بالتعليقات. بتشكر كل الصبايا يلي عم بيشاركونا تجاربهم عشان الكل يستفاد. من بشا بهشا أيضا مطربانات زجاجية، حجم صغير بسعر 16 ليرة ونص، الحجم الوسط ب19 ليرة ونص، والحجم الكبير ب 24 ليرة ونص. صبايا بهي العروض رح ينزل مجموعة قرطاسية كتير حلوة ومميزة، رح نستعرضهم على السريع. مثل هون عنا علبة لام، في لام أزرق وأسود، 25 قلم بسعر 25 ليرة، يعني القلم بليرة واحدة بس، كتير عرض حلو.
علاقة من كسيل دياهوم تتعلق على الباب معدنية سعرها 23 ليرة. كرسي مكتبي دوار بالنسبة للأبعاد 40 ب 44 سنتي طبعا مع إمكانية دوران 360 درجة، عبارة عن 5 أرجل متحركة سعره 279 ليرة. كمان عرض كتير حلو، شاحن للموبايل مغناطيسي مع ضو مكتبي معه كفاءة سنتين والسعر 80 ليرة بس. قلم حبر جاف في منه عدة موديلات، مثل ما ملاحظين الألوان تبعه ستراس خرج بنات أكثر من صبيان، سعر الواحد 15 ليرة فقط. دفاتر برائحة الفواكه، يعني في ريحة الرمان، في ريحة الليمون، وفي ريحة البطيخ، أي دفتر سعره بس 5 ليرات. أيضا هون في عرض كتير حلو، مجموعة قرطاسية ديكور، يعني مثل قلم مع شكالات لقاطات للدفتر مع دفتر سلك مع كمان دفتر ملاحظات، القرطاسية كاملة المجموعة بسعر 60 ليرة باللون الزهر. جزمة رجالية مطرية في نمر من 40 ل 45، سعر الوحدة 50 ليرة. سترة رجالية مطرية في مقاسات ميديوم ولارج فقط، سعر الوحدة 149 ليرة. جواكيت نسائية شتوية في مقاسات ميديوم لارج اكس لارج، اللونين متوفرين قدامكم على الشاشة، الزهر والموف الغامق. الجاكيت الواحد سعره 60 ليرة. ايضا بيجامات مخمل رقيق بتجي للنساء، مقاسات المتوفرة سمول ميديوم لارج واكس لارج، البيجامة الواحدة ب 80 ليرة. جواكيت رجالية شتوية ايضا متوفر مقاسات ميديوم لارج اكس لارج واثنين اكس لارج، الجاكيت الواحد بسعر 60 ليرة. ايضا جواكيت ولادي بناتي مقاسات المتوفرة من عمر 9 سنين ل 12 سنة، أي جاكيت ب 40 ليرة. آلة حاسبة من ماركة كاسيو مع كفاءة سنتين وسعرها 50، كمان من نفس الماركة آلة حاسبة ولكن متخصصة أكثر، سعرها 90 ليرة. طاولة بلاستيكية للأطفال ب 50، أيضا كرسي بلاستيكي للأطفال بسعر 27 ليرة ونص، يعني فوق 3 سنين ما بصير انه تاخدي لطفلك لانه بيكون صغير عليه كتير، 3-4 سنين اذا طفلك قطعته ناعمة بصير. مضخة مياه الكترونية بتتركب على دبجانة المي، مجرد ما تكبسي الكبسة من فوق لحالة بتنزل مي، سعرها 40 ليرة فقط، تعمل على الشحن. لوحة مفاتيح لاسلكية بتجي صغيرة على قد حجم الايد، من اهم مميزاتها انها فيها واي فاي، فيكن توصلوها على اللابتوب او على الشاشة مع كفالة سنتين والسعر 50 ليرة فقط، رح يكون متوفر منها عدة الوان. من ماركة اتش بي عنا مجموعة قطع للكمبيوترات، من بيناتهم ماوس بدون كابل وايرلس، يعني بتشتغل على الواي فاي، تمام. في منا لونين ابيض واسود، سعر الوحده 115 ليره. من ماركه فكير ماكينه وافل استطاعتها 1000 واط مع كفاله سنتين والسعر 259 ليره. سماعات من ماركه جبرا، هي السماعات غاليه كانه ماركه او نوعيه ممتازه يعني، مع كفاله سنتين مع قاعده شحن بتجي، سعرها 779 ليره. نرجع من اتش بي، ايضا طقم ماوس مع كيبورد لاسلكي بسعر 219 ليرة، صراحة العرض جدا حلو. حامل للتليفون او التابلت معه كفالة سنتين والسعر 15 ليرة. لعشاق التصوير او التيكتوكر، ترايبود للتصوير مع امكانية اضاءة لثلاث الوان معه كفالة سنتين والسعر 100 ليرة. ورق للطابعة بسعر 30 ليرة. مجموعة ورق للملاحظات، يعني مجموعة ورق صغيرة للملاحظات، المجموعة بسعر 20 ليرة فقط. لزق صغير فيكن تحطوه على الورق، يعني وانه بيلزق بكل سهولة اذا بدكم تحطوا ملاحظات، في 80 قطعة بسعر 20 ليرة. لاصق متعدد الاغراض 20 ميلي بسعر 7 ليرات فقط. مجموعة اكسسوار للمدرسة قرطاسية، مثل التاشات، مثل هدول اللي بتحطوهم بين الدفتر عشان تفصلوا بين الورق، كمان في المسامير الصغيرة، الاكسسوار المجموعة كاملة بسعر 23 ليرة. لزق عريض بسعر 5 ليرات. مقصين واحد كبير وواحد اصغر بسعر 20 ليرة. عرض جدا حلو من ماركة كيوي، عصارة فواكه. العصارة كتير كتير ممتازة، اخدوا منها صبايا من قبل. كمان بدكم تسألوا انه
بتعصر جزر ولا لا بتعصر جزر. طبعا من تجارب المتابعين المكن سألت لكم ما مدحوا فيها، أما العصارة كتير كتير مدحوا فيها إلى سرعتين. بنصحكم كتير إنكم تاخدوها، من تجارب الصبايا قالوا كتير كتير حلوة. كمان فيها صنبور من تحت عشان تنزل العصير لحال والتفل لحال، سعرها 299 ليرة فقط. هون لعبة للأطفال، لعبة الكلب والبيت بسعر 17 ليرة ونص. لعبة الزحليطة للأطفال بسعر 20 ليرة، طبعا هي مو زحليطة للولاد يعني، بس انه فيها طابتين بيلعبوا فيها. هون في مجموعة أخشاب فيكن تعتبروها بزل، 100 قطعة، في الطفل يبني البيت هذا الموجود قدامكن على الشاشة، السعر 30 ليرة. لعبة باربي للأطفال أيضا ب30، هليكوبتر للأطفال ب17 ليرة ونص. كمان هون ألعاب للأطفال بتجي على شكل قطع صغيرة ملونة فيهم، يساووا فيها أي أشكال بدهم إياها من عمر 3 سنين وفوق، سعر 20 ليرة. كمان هون لعبة البيضة، بيضة المفاجآت للأطفال ب10 ليرات. هون ألعاب موسيقية بتصدر أصوات على شكل جيتار أو على شكل بوق، سعر الواحد 60 ليرة. كتب تلوين للأطفال بسعر 5 ليرات. كتب حكاية للأطفال بسعر 5 ليرات أيضا. كتب تسلية للأطفال بسعر 4 ليرات. لهون أصدقائي عروض ماركت البيم بتكون خلصت، العروض رح تبلش الجمعة الجاية 10 ديسمبر. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا له شير مع أصحابكم وأصدقائكم على الفيسبوك على الواتساب حتى الكل يستفاد. اللي وصل معي لهون بتشكركم على المتابعة الحلوة، انتظروني في فيديو جديد. الله يسعدكم جميعا. هلأ بدي أودعكم، بترككم بأمان الله.